ايضا في عام 2003 استطعنا ان نعدل المادة 187 لترفع اتعاب المحاماة التي تمثل اهم الموارد واعز الموارد للمحاماة والمحامين، فرفعنا الفئات بعشر اضعافها. ولن اتلو عليكم النص، الخمسة بقت 50 والعشرة بقت 100. في 19 اضفنا ميزة جديدة وهو تحصيل اتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوة. ليه؟ لان احنا عانينا وما زلنا نعاني من تحصيل اتعاب المحاماة المقضي بها او المحكوم بها. معظم هذه الاحكام لا تنفذ، وبالتالي ليست هناك موارد. وما ينفذ يوضع في وزارة المالية في الخزانة العامة، ولا يمكن استرداده الا باصول المستندات التي اصلا غير موجودة الا مع اطرافها. فعانينا كما تعلمون خلال السنوات السابقة كيف استطعنا ان نعيد مدخولات المحامين من اتعاب المحاماة. فبعض الناس قالت ما انت كده بتلزم اللي بيرفع الدعوة وقد لا يكون خاسر الدعوة هو المسؤول عن السداد. وانا بقول لحضراتكم، طب ما انتم بتدفعوا الرسوم وايضا بتكسبوا الدعوة، انتم بتدفعوا صندوق دعم القضاة عند رفع الدعوة. لما نقول صندوق المحامين عند رفع الدعوة نسمع فلسفة، نسمع تخاريج حوالين الدستورية وعدم الدستورية. لا، دستوري ونص اتعاب المحاماة. ليه دستورية؟ لانه النص المتعلق بخاسر الدعوة متعلق عند الحكم فيها. انت تدفع اذا انت خسرت الدعوة فقد سددت ما عليك. النصف الاخر بقى من الذين كسبوا هذه الدعوة ورفعوا الدعوة وكسبوها بيرجعوا على خصومهم علشان يسردوه. يقوم كل محامي بالنيابة عن النقابة في استرداد قيمة الدعوة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة التي هي أهم موارد المحاماة والمحامين. أنت بمقتضى النص هذه الأتعاب تؤول مباشرة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والمعاشات. بمعنى أن التحصيل اليومي اللي احنا اجريناه مع وزارة العدل بيجعل المحكمة تحصل اليوم وتودع اليوم في حساب صندوق المعاشات ايرادات اتعاب المحاماة يوما بيوم، يوم بيوم وساعة بساعة بتدخل ميزانية نقابة المحامين اموال اتعاب المحاماة. فلما ندخل للمحامين موارد جديدة كانت في حكم المعدومة او المجهولة القيمة فيما يمكن ان نحصلها في مجملها بعد سنوات او بعد شهور او غيرها، يصبح هناك عداء لفكرة النص. انا شخصيا اتحمل مسؤولية هذا النص واقول انه نافع نفعا محضا للمحاماة وللمحامين حتى لاحد المحامين سواء خسر الدعوة او كسب الدعوة، لان المحامي في الحالين مسؤول من النقابة في معاشه وفي علاجه، والنقابة مسؤولة على أن ترفع هذه الموارد يوم بعد الآخر وأن تزيد من الخدمة وأن تدعم المحامي في أعز خدمتين يمكن أن يقدموا هما المعاش والعلاج الذي يمكن أن نضيفه.